اللي صار هو انه لدينا معلومه توفرت استخباريه، هذه المعلومه تفيد بانه مطرزه ارهابيه متواجده في بساتين او منطقه العير، وهذه المنطقه هي معقده جغرافيا، فيها كثافه زراعيه عاليه جدا، وايضا هذه المنطقه فيها بذور، والمنطقه لا يمكن للمشاة والمشاة العادي ان يتواجد فيها. لذلك بعد ان توفرت لدينا المعلومه كان هناك قرار بمهاجمه هذه المنطقة، وتم اتخاذ القرار قبل قيادة عمليات السيادة في الساعة 5 صباحا من الجمعة، وتم قتل رئيس المفرزة اللي هو الإرهابي المدعو صدام حسون للجمعي المكنى أبو الحارث، وكذلك الإرهابي الانتحاري اللي كان يقوم أو يحاول أن يقوم بعملية انتحارية في ذلك اليوم. طبعا هذا الجهد الاستخباري والأمني و سرعة رد الفعل لقواتنا الأمنية استطاعت أن توقف عملية إرهابية كبرى في هذه المنطقة. في اليوم الثاني كان هناك عمل لقيادة عمليات الديالة في تمشيط هذه المنطقة، وأثناء عملية التمشيط كان هناك اشتباك مع المجاميع الإرهابية، وللأسف خلال هذه الاشتباك استشهد عندنا عدد من مقاتلين وكذلك جرح، بالإضافة إلى قتل عدد آخر أيضا من الإرهابيين. طبعا بعد ذلك اليوم العملية انتهت قبل في الساعة 4 عصرا، والعملية حققت أهدافها، تدمير المضافة، قتلنا فيها بالسلاح على معلومات ومعدات لوجستية، وفتح نقاط سيطرة ومواسم في تلك المناطق اللي كانت معقدة وكانت تحتوي على مطرزة إرهابية. طبعا هذا يعتبر نجاح للقوات الأمنية في محاربتها ومقارعتها للإرهاب، و ايضا اليوم كان هناك نجاح الى قواتنا الامنيه من الاتاي في قرهنجير، حيث ما تمكنوا من الاشتباك مع ايضا مجموعه ارهابيه داعشيه وقتل اثنين واستشهد احد مقاتلي الاتاي. هذا يعتبر الحقيقه نصر كبير في وصولنا الى الارهابيين في مناطقهم وايقافهم ومنعهم من القيام باي عمل ارهابي.